أطلقت الحكومة خدمة الاستشارات الرقمية لبرنامج اسأل المودة، وذلك في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تعمل بشكل مستمر على تأهيل وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز التحديات وتأسيس كيان أسري قوي ومتماسك. مشروع مودة طبعا تم إطلاقه من عام 2018 مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، وأطلقه فخامة رئيس الجمهورية بعد المؤشرات اللي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي بتتكلم عن ارتفاع المطرد في عدد حالات الطلاق. يمكن وقت الإطلاق كنا ما يقارب 198 ألف حالة طلاق في 2017، والمزعج جدا في هذا الرقم الحقيقه ان كان تقريبا 15% من حالات الطلاق دي بتمر يعني حصلت لاسر لم يمر على زواجها العام، و38% منهم حصلت لاسر لم يمر على زواجها 3 اعوام. والحقيقه ده كان محرك قوي للقياده السياسيه في ان هي تكلف وتوجه وزاره التضامن الاجتماعي لاعداد برنامج للحد من نسب الطلاق في مصر والحفاظ على كيان الاسره المصريه. خدمة اسأل مودة، اسأل مودة استشارات أسرية من النواحي الاجتماعية، النواحي النفسية، النواحي الطبية، النواحي الدينية، اللي كلنا في البيوت بنبقى قاعدين عاوزين نسأل أسئلة ومش لاقيين المتخصص اللي يقدر يقول لنا إن إحنا نعمل إيه في المشكلة الحالية. أنا شاب، أنا فتاة مقبل على الزواج، أنا زوج، أنا زوجة، أنا أب أو أم مش عارف أتعامل مع أولادي. فبالتالي اسأل مودة هتلاقي استشاري متخصص أسري بيجاوب لحضرتك أو حضرتك على المشكلة اللي عند حضرتك في الأسرة. فمشروع مودة في الحقيقة أطلق الخدمة دي عشان تبقى خدمة رسمية مجانية بتطلقها الحكومة عشان خاطر يبقى فيه الاستعانة بالخبراء والمتخصصين اللي يقدروا يقدموا الخدمات دي لمستحقيها ويقدروا كمان يستفيدوا منها بشكل كامل. فمودة ما زالت حتى الآن بتسعى وتسير نحو القيام بواجب مهم جدا جدا وجدا، وهو واجب تحصين المجتمع عن طريق دعم الأسرة المصرية وتنميتها بكل ما لديها من قوة. الحقيقة ان دعم الأسرة المصرية هو مركز المشروع التنموي. دعم الأسرة المصرية هو القضية الأهم في مسألة تنمية المجتمع المصري.